صباح الخير يا فتيات. عرفتي شنو البنات؟ دابا انا فاش كنت في الدار لبست البيجامه عاود حيدتها. صافي جبت معايا واحد اللبسه تريكوليتي تلبس من الفوق نسيتو حيت شتريكم صيف، فما لبست ما لبستهاش كاع. خافي نرجع بهادي حتى للدار ونبدلها عشان بابا داك الدواء افيكاس. يلا رواح مخير. مشيت البنات باش ندفع لاكارت، بقيت ديك البلاصه اللي مشيت لها ما تبعاش لها، خاصني بلاصه اخرى. المهم موضوع طويل هذا ديال داكشي ديال لاكارت. قريب قريب قلت لكم البنات السلام عليكم. يلا نزلوا مشيو عند عيسى. واش شي عند عيسى؟ يلا وين البنات؟ مامي اوكي يلا وي باين وليته. المهم دابا غنمشيو ان شاء الله غنتحركوا باش تتفكرش بغيت نشري شي حاجه تنقول لكم شنو هما عاد باش ديك الساعه غادي نمشيو. اليوم معروضين ان شاء الله كاد بالينات بالينات غنخليها بحال هكا. دابا راه هي كنمشي من بصح الحوايج كتحيدو مع الصهد. ها اي هاف شوكليت دانون. يا هاد شوكليت دانون يس هادي زوينيتي. شي راك دانون انتي راه فراب براسك انتي راك دانونات. يلا مشينا ها باني دانون. باني دانون بنانا دانون. عندي عري مامي كان يجي مي ميديسين واتر. ميديسين واتر واخ. يلا زيد يلا مشيو مامي شربوا غير واحد فيتامين سي قاعدين شويه. لازم شي ديال يور ميديسين يور ميديسين ذا كار اوكي ان ذا بيج باج. هذا لي وحده من هذه Oh, it's so nice. What's my glass? When you wear, leave it. Leave it, and then we wait, and then we drink. Okay. Yay! So we should have vitamin C. يرجع لنا المجاج. قلت لكم شينا باش ندفعوا لها كارت. قال لك لا ما خصناش نمشي هنايا واحد البلاصه اخرى هنا غترجعوا غير باش تخصموا. صافي المهم عرفنا المعلومات وصافي تنعاودوا ان شاء الله نرجعوا مره اخرى. بقى ويت فور 10 مينيت. ما الدو تبارك الله وقدنا شوفوا تا وجهي يلا بان في الدو كانوا عيني كيبانوا من فوق لابلي. واز ات تيست لايك؟ اورنج. نتحركوا للدار عندي اختي نبدل حوايجي. صافي وصلنا؟ وصلنا انا نبقى هنا. صافي واخا. بلا الزحام شوفي. جينا الحاج فاتح باش نمشيو ناخذوا الكادو يخطي. شيكاغو الكادو ماشي شيكاغو الكادو 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 فور ذا بيبي. شنو الكادو ديال الزيادة؟ سينا هنايا غنمول الحوايج. صافي غندخلو عند هاد مول المحل باش ناخدو حويجات ديال البيبي. وعلاش ميسا كيدايرها؟ كنا باغي ناخدو الحوايج قلبنا الجو متقلب. غتاخدي ديال الصيف وغتاخدي ديال العام غيولي البرد. كاينينش موديلات ديال البرد. أنا عارف كاينين مشايات غناخد شي حاجة بحال هكا. عشان هادي شنو ناخد؟ ناخد مشاية ياك. شنو هي هادي؟ هذا كرسي ديال الكلاس. ناخد هاد الكرسي اش بالك فاش يبغى يلعب يجلس فيه. انا دابا افيك دو جو ديفاي ديال هذا ديال العوم ديال الدوش يعوم فيه يجلس ملي تكون مجلس فيه بحال الا بغى يلعب. شنو بالك؟ ها مزيان منا يجلس فيه ومنها هي هما الحوايج. ياك الحوايج مو بيزافير دابا في الوقيته. خلو لباس بالزربه كتبارك الله كيكبروا. كيكبروا. الحوايج غالبا ما كيكلبسوش كلهم. صح. كيتزادوا.
كاين صافي ناخذ هادو ياك صافي هادو كيبقاو يبقاو يعني تنفع بهم وقت ما كان الفصل دابا ولا حتى لا جا خوه ولا خا صح يبقاو ايوا صافي شري شحال فيها من حاجه ساكادو فيها ها اش الدراري حتى خديتهم لهم كامل لبستهم لهم كنت بحال هكا تشريهم بالشهاء وصافي بحال هادو شنو بنات كتشريهم ما تلبسيهمش زعما غيلعب كره ها وكذا كيوت بورتكلي زوينين الحوايج هاد الدراري شوفي هادي زوينه ياك ياك باش الدبان الدبان صراحه شحال هادي اختي الجمعه اختي جاب الله بعدا خلينا قبل من الجمعه هي كتحرم القضيه في الجمعه لا باقي الاذان شي ساعه تقريبا بسم الله يا ربي يا ربي يا مامي واي ديد يو تيك سو لونج ترى ديما مرونة أنا صافي نشوف التليفون يا ربي هاديك بابا واحد التليفون ديالك كان كيقلبوني الدراري صافي كان كانوا لا شير مالك فاري رجعنا للدار فين كنا غاديين كنا غنمشيو نيشان عاد علينا خويا عيسى ولكن رجعنا للدار هنايا لانه اول حاجه جاب الله تفكرت خديت كادوات لواحد الشخص ما نقولكم شكون هو زائد انه حوايجي الكسوه هذه هانتوما شوفوا راه نوريكم اللبسه ديالي غادا بها دابا انا مشيت درت واحد السروال وواحد العيبه دايره بحال هكا شوف كيش خديتهم قصارين ديت واحد بحال هكا والسروال ونسيت ما نزيدش الفوق فاذا بيا بقيت بهادي دوشت وعاودت دوشت المره الثانيه وبقيت بهادي لانه خصني حتى نرجع للدار ونبدل يعني المره الجايه جوج لبسات الا نسيتي هادي تلقاي هادي المهم خديت اول حاجه بيبي سيت الفارين شفناش ديك لا بيبي سيت على الطياب مع ما نسيتش ما زيت ما شريتش سودا كريم كنجيب لها سودا كريم هاد بيبي سيت كتعجبني صراحه لا هي ولا كانطا ولكن هادي احسن من كانطا صافي غنبدل حوايجاتي تدواج ديجا دوزت البارح في الليل عند بابا في الدار عندو بقا كتجيني قاصحه ما يكونش عندي كلشي ساعات خديت من عندها الماتيريال كامل لاكام وداكشي كلشي عندها وهنا خصني نعطي لبابا لاكام ديالو قلت لكم ما جبت لي والو لا جبت لي لاكام لاكام ديال الطحف البنات شي حاجه اللي زوينه تخيلوا معايا شهيتي مقارنه مع قبل
يعني حتى ملي كنكون جالسه مع بابا قال لي كولي تي ما بقيتيش كتاكلي والو تي كول الشهيه مقطوعه ما بقاش عندي داك كنحس براسي غير كناكل بحال تقول لك تزيدي الصواب اما عرفتي كنحس براسي كنتبلوكا يعني لا كام راه الطوب دابا غنهز معايا في الصاك اش غندير وليت كنهز الصاك الكري انتوما هذا هذا شو البنات هذا غنبدا نهز معايا فيه لاكام فين ما مشيت بحال هكايا حيت دابا ما باقي ما بديتش فيها ملي رجعت انا حبستها ما عرفتي باقي ما بديتش فيها زعما منين وصلت للمغرب دابا غنبدا لاكام ماكله ناكلها وانتم غادي تشوفوني شنو غندير البنات برومو كود راه في اي لحظه يقدروا يحبسوه ها هو البرومو كود سليم دخلوا الموقع راه عندهم ارسال جميع انحاء العالم المغرب المغرب بريطانيا امريكا كندا اوروبا كامله الخليج كامل تركيا فين ما كنتو كرواتيا فين ما كنتو فين ما كنتو جميع انحاء العالم فين ما يطيح لكم بالكم كاين الارسال الجزائر كيصيفطوا كل شيء ايوا البنات قولوا لينا مبروك وليت عمه يعني المره الثانيه المره الاولى عاليه دابا المره الثانيه وليت عمه ديال من خويا عيسى ما شاء الله زاد عنده وليد الله يحفظه ليه ايوا غادي نخشي نمشي نباركو غادي هذه المره الدخله الاولى نديو معنا يد نمشيو شي يدي خاوي قلت ويلي ما غادي حتى شي حاجه يلاه نمشي ناخذ كادوات انا عجبني نشري للبيبي بغيت نشري لي شي حاجه اللي تبقى ليه ايوا صافي قال لي بابا راه اليوم الجمعه راه بحال ولا تقيو صدو قلت لا لا يلا يلا نطيرو دغيا بقى ليا قال لي باقي ساعتين وغادي ياذن باقي ساعتين صافي وحنا نطيرو هاوي لا لا نوريكم الكادوات اللي خديت قبل ما نمشي حتى نمشي لتما ما بقاش نتشغل يلاه هضر هنا دير هنا دير هنا ما بقاش الوقت اول حاجه خديت مشايه احسن مشايه بداك المشايات اللي كاينين تما خديت مشايه نتوما شوف بها فيها هادي كتركب فواحد البلاصه هنايا كتركب فهاد الباسي هادي شوف حتى نركبوها لهي عنده ونوريها لك فيها الموسيقى هنايا فيها هادي كتلصق هنايا خديت هاد الكولا باش مستقبلا ان شاء الله الا تزادت عنده شي بنيه ولا شي حاجه هكا تستافد من الكولا يعني كيجي مع الولاد والبنات وزائد انه فيها الفرانات هانتوما شو فيها الفرانات بحال هكا تتوقف فيها بحال ما بغيتيش المشايه تزيد هادي من جهه رقم واحد وبالنسبه للحويجات حتى مرات بابا قالت لي معاك مشينا انا وياها قالت لي راه الحوايج راه الحوايج قالت لي راه ما يمكنش نعاود نقولها لكم عاوتاني علاش كتقولي مرات بابا يا البنات راه الناس كيدخلوا جدادين نتوما راه وليتو مولين الدار كتعرفوا كلشي ولكن الناس كاينين تيدخلوا جدادين كيقول لك شكون هذا كنبغي نوضح على كمنطقيا راه بديت عاد مرات بابا راه كتعيطي في السميه وديما واحد كيعيط داكشي راه كتقول وحده كتقولي خارج وحده كتقولي امي وحده كتقولي ما عرفت ما عرفت واحد الكلمه ديال هادي كل واحد تيعيط داكشي اللي كيريحو انا داكشي اللي كيريحني كنتعامل ما عنديش مع داك النفاق والتسواق في الهضره كندم كما انايا كما كنهضر كما كنتصرف ما عنديش مع قوه الزواق نبقى نزوق في الهضره غير التمثيل كما انا كندير اش كنرش الريحه بلاتي ما بدلتش صافي هنايا خديت لي هاد الكريسي هذا شوفوا البنات خديت لي هاد الكريسي هذا ها هو كريسي يصلح لي جوج استعمالات الاستعمال الاول في الحمام بحال غيدوشو للبيبي غادي يجلسوه هذا واحد الاستعمال الثاني يجلسوا فيه زعما يدوشوا ليه باش ما يضري ما يزلقش الاستعمال الثاني هو انه بحال الوليد شي تكوني باغا مثلا تحركي باغا تشقاي باغا هذا وخفتي يبقى يحبو يمشي لك يهز شي حاجه تتخليه هنا يلعب ويبقى يلعب في هذه جهه اخرى بحال هكا يا انتوما شوفوا دي يلعب في هذه اللعيبه بحال هكا البطونه يعني جالس نامل صافي والكادو الثاني هو هذا خديت هذا الفراش هذا فيه خلي نشوف البلو ديال الوليدات فيه مسينت مسينت وفيه فريش غطا كيتغطى به الفراش ديال البيبي يعني فيه دو بياس دو ولا تروا بياس معرفتش ولا دو هنايا خديت لي هادي البنات شفتي فنة شافتها مرات بابا قالت لي زوينة هادي عجبتني هانت يا ختي فيها حتى الموسيقى والله غير شوف البنات على ودي دابا الحشرات وداكشي كتجي فحال هكا بحال خيمه هكا كتجي هكا خيمه كيتخشى فيها البيبي ها نتوما دي باينه بحال هكا هادو كيتخشى فيها البيبي كتبقى شبكه وفيها الباب كتخشي من الباب كتسدي كتحل بحال هكا
كتولي كبيره قد هكا كيتخشى فيها تتكيه وتيبقى محمي من داك الحشرات من القريص تي بزاف صراحه. عيسى عزيز عليه الوليدات الصغار، زائد انه كل واحد ما كاينش شي واحد اللي بنين كيتزوج ما كيبغيش الاولاد، اي واحد غير هي كلشي بالمكتب، فيلاه كتب ليه الله يستر ليه ولا يخلي ليه وليدو سميتو يحيى. ايوا حنا غادي نشوفو، انا اول مره غنشوفو الصراحه، باقي ما شفتوش، باقي ما شفتو، يلاه وصلت يلاه غنشوف نمشي نشوفو. ومن نيت الزياره كما كنديرو ديك المره الا لاحظتوني سبقت هادشي ديال الدار وهذا مالين الدار والعرايض من هنا قبل ما ندير شي حاجه اخرى ولا نمشي ندور هنا ونمشي هنا، حيت الوقت ضئيل وفكر نلقى راسي في الاخر بحال كنبدا نجري جري 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 جري. وزائد انه جاوني هادشي ديال الطوموبيل، كاينين شي حاجات خصهم طيب واش تما شتو داكشي الفراش ديال الطوموبيل، بابا كانوا عندي شي وراق انا ورقيه اللي خصني نبداو هما الاولانيين بغيت نفكهم عليه، واخا باقي ما درت والو كنمشي اليوم مشيت قال لك ماشي داك البلاصه، يعني لقيت راسي دابا عاوتاني حتى السيمانه الجايه عرفت فاش تطلع الوراق. المهم البنات هنايا هادو لي كام هانتوما، هادو ديال مرات احمد ياك ديال مرات احمد، وهنايا هادو ديال بابا، وحده منهم ديال بابا ومنهم ديال مرات احمد. شو البنات بابا ديجا غير باش نقول لكم بابا ديجا راه عنده البوكس ديالو في الدار كومونديت ليه من تما وصلوه للمغرب، راه باقي البوكس دابا نوريه لكم من بعد. قلت له بابا غير شنو فكرني شنو اللي باقي عندك وشنو اللي ما بقاش، حيت يلاه قال لي بديت فيها سيمانه، قال لي وانا نحبس قال لي ما فهمتش مزيان خليتها تجي وتشرحي لي اكثر. قلت لي صافي اللي بغيتي، فانا جبت ليه قلت ليه خلينا نجي نزيد نجيب لك معايا. في نفس الوقت هو عنده مشكل، هو راه الفورمه ديالو عاجبه باغي غير يحيد الانتفاخ ديال الكرش، كرشو مزيره حجره، وفي نفس الوقت انتما في الطريق غنكونوا شادينو تسمعوا له ديك عنده كرشو حجره وخارجه، فبغى شي حاجه اللي ترطب ليه كرشو. انتما ها اتاي ها الفانيد ها الكريم، يعني لاكام كامله، وكل واحد شحال خصو ديال لي شحال من كام، كيبدا الواحد بوحده وديك الساعه عينو ميزانو بحال باختيار كيما دار، يعني راه شو باختيار قلت لكم راه شحال شرب ديال لي كام خمسه ولا مع سته ديال لي كام، وصل الحمد لله داكشي اللي بغى. بالنسبه لدابا البابا قلت ليها انت ها هما جوجات راه ديجا عنده في الدار وقيلا كام ولا مع جوج اللي باقي ما عرفتش شنو بالضبط، المهم حتى نتاكد بقيتش عاقله شنو كومونديت ليه. قلت ليه حتى تشوف شنو اللي عندك ناقص، قلت ليه حتى توريني البوكس ديالك شنو فيه، وعباش ديك الساعه نعطيك الحاجه. اما هو راه غنعطيه دو كام دو كام ومرات احمد دو كام، ديك الساعه عينو ميزانو حيت هو باغي يحيد غير الكرش هادي غتكفيه. بالنسبه لسميتو مرات احمد غتاخد جوج، قلت لخويا احمد الا توصل ديك الساعه بواحد المستوى نكوموندي لكم عليهم من لو سيت مجموعات اخرين، ديك الساعه نشوفو عينا ميزاننا حتى توصل ليا داكشي اللي بغات، وديك الساعه ستوب باش يلا طيح الوزن. وهادو رزتهم لي اكسترا يلا دابا شفت البلاكار لقيت هادو زايدين، كنقول ويلي هادو علاش زايدين، وانا نتفكر انني راه جبت ليه على وديت الشاي جبتو ليه زايد على لي كام ديالو، فهمتو البنات يعني غياخد دو كام ومعاهم الشاي انجوم جوج كام هاهي لي ديالو ديال الحسينه لي ديالو ديال الحسينه، عباش زائد ثلاثه ديال الشاي، وهاديك هادي دابا كام ديال الحسينه، عباش الشاي هي الا كانت غتزيد الساعه غنكوموندي لها اونلاين وتصيفطها توصلها تصيفط لها الشركه وتوصلها حتى للدار، راه كيصيفطو قلت لكم المغرب بحال بابا راه كنت قبل كومونديت ليه من لو سيت وصلو حتى للمغرب حتى للدار، وما كتاخذش اسبوع خمس ايام، كاين لي خمس ايام كاين لي اسبوع على حسب كل واحد وشحال. اه نعم ما شاء الله لا فرونش كي ولات ليا البنات الصحيه، عشي قبل نمشي نجي للمغرب لا فرونش ديالي كتبغي تاكل تبارك الله كيفاش طوالت جات غزاله، غندير غير الكرون ديالي مع اختي الشمس شوف البنات نفعتني بزاف شوف لاكام صراحه نقات لي وجهي أرين يا اختي غنتحركو ان شاء الله اه بقى داك الشاي عيسى كيعيط ها منين جبتي انت داك التليفون لا داك التليفون انا غيبقى حتى غيتوضا انشوف ضروري من الاقصى شو كيولي عرفتي راه تزرفت كنت دايره في بالي اخر مره غنجيب معايا داك الفرفارات اللي كيتهزو باش نتحركو اليوم كاين ما يدع
إنهم لذيذون جدا. عرفتي على مشيتي خاش كزيرين؟ يا سلام. الصراحة يا خشي خشي من هنا بغيت نزيد باقي مشبعتش منها، بعدا راها قطعها عريضة صافي. بسم الله. عرفتي كزيرة بالمنة؟ ناري ويناري شنو عندي في التلاجة وانا مفراسي تشوفو، شوفو ليا مرت بابا شحال عليا هنا. هدا راه فقاس، راه هي اللي صيباتو، ما عارفين عزيز عليا فهمتو هيكا. داكشي تال عشيون بالي بيه، ويلي ويلي ونعم. صافي يلا نشحرو بسم الله على بركة الله. والله واحد لقيتها كطلع لها النقشة للراس. شي مريم بارك ستوبي. بابا راه هزيت لك معايا هذاك لي غام ديال الضعف، هزيتهم ليك حتى نشرح لك مزيان من بعد ان شاء الله. وداك البوكس تنحلو وديك الساعه غننظم لك داكشي ان شاء الله. هذاك راه تبع غتشوف كرشك كي غترطب، غتشوف لي كرشك يرطب من دارك. ودابا كندير الرياضه وندير كلشي وما يقرش فيها. لا ما يقرش، غتفرج ديك الساعه كي غتولي لك، غتولي رطبه رطبه الشبكه تحيد تحيد كتحرقها، خصوصا الا تبعتي الكريم ولا اتاي والفانيد بنتي دام النظام وكل شيء الصباح والعشيه وتفرج. مامي وين وي ام نو ام شيفين يو هير شيفين وي وي ام مان ام نو مان. يا سلام بزاف سبحان الله، كل نهار كتقولي بزاف. دابا راه البارحه تلقاي راسك تشواتي عاوتاني البارح تبرونزينا صراحه. صغيره ومطيوره عليكم السلام 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 بابا شكشات زاد على البابا شنو يقول بابا بابا الوالد ما دايزاش لا ماشي في القران والوالدين يا بابا يا بابا ولا ابي زياده تقول بابا انا قال لك اقول ليه بابا شنو قاصحه دابا ابي 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 ابي
طيب بسم الله بكى Everybody, look at this baby. Look at her. Wait, I need to. Huh? Yeah, let's see. Oh, that's it. لبس تليفوني هادي ديما مود دراهم ما عرفتش فين درت تليفوني نديرو لك الصمطه بعدا شوفو كيولي شي جاني الناس انتوما البنات شوف دابا انا فين ما مشيت فين ما مشيت ها لاكام ديالي ها الفانيت ديالي ياك الفانيت ديالي ها الكريم ديالي ها اشاي ديالي ديتوكس ديالي ضروري حيت انا في الاول كنت جايه عيانه في الاول كنت جايه عيانه دابا هزيتو معايا اول نهار رجعت لي عاوتاني حيت شراها بالضحك حتى بقيت تزادي في الوزن حيت علاش ما كديري لا تمارين لا ما كتشقاي زعما تحرك سيرجي يعني تاكلي عند هذا تفطري عند هذا تغطي عند هذا حتى غادا تلقاي نهارك داز عاشي البلاد المهم كبيدات مشينا غير نباركو الحمد لله داز كلشي بخير باركنا وداك الشيء ودوزنا الامور وكلينا معاهم كسكسو عرضوا علينا ايوا قلت لكم عرض علينا خويا الكسكسو كلينا عندهم شنو هو البلان من بعد من بعد باش غيدير لينا شي عرض ان شاء الله غادي نشوفوا القضيه كيفاش غادي تكون راكم عارفين اسبوع وداك الشيء مسائل غنشوفوا مثل ما مازال هو ما حددش وما عارفه الصراحه شنو غادي يدير امتى وداك الشيء غير قلنا ليه علمنا قبل باش نكونوا مستعدين مثل ما نكونوا مخارجين شي بلاصه ولا مبعدين خارجين من المدينه نكونوا عارفين شنو كاين ايوا هذا هو اللي كاين والله الا اجواء زوينه سبحان الله العظيم ملي كنجي للمغرب جو زوين الصراحه هذا هو اللي كاين الكبيدات عرفتي ما فهمتش ايوا هذا وقال لي رجع لي الارهاق ديال الدواياج وداك الشيء ولكن نفعني الدواء الصراحه خصني نعيط لبابا يهبطوا لي معاوي اللي نسيت دواياج كيكم كبيدات صافي هذا هو اللي وصل الفيديو هنايا ما بغيتش نطول لكم تشوفوا من بعد فين غادي نمشيو وفرحت لخويا بزاف زياده لانه كما قلت لكم اي واحد راه فاش كيتزوج داكشي كيبغي يكون عنده وليدات وهذا فرحت ليه الله يكمل عليه بالخير ايوا جعل لي وليدو من الذريه الصالحه واللي كنتمنى شي وليدات وباغا الذريه الصالحه الله يسخر لها فيهم وجعلها ان شاء الله ترزقها التوالي يا ربي الله يستر لكم مديوش عليا كتقرا نخرج الهضره صافي كنوصل عند حد كيوصلني العيا كنبدا نزابي السلام عليكم كبيرات